أول مدينة عربية افتتحت كأس العالم. حياكم الله حبايب قلبي، معاكم أخوكم أسامة عسان وسفرة ويكند جديدة. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. سفرة ويكند، أهم الأماكن اللي ممكن تزورها بالخور. هون بالمدينة عندكم سوق حليتان وعندكم عين حليتان، هون عندكم برج حليتان. هاي العين يا جماعة، عين حليتان كانت هي فعلياً شريان الحياة لأهل المدينة، كانوا يشربوا المي، كل أهل المدينة يشربوا المي من هاي العين. المسجد اللي شايفينه وراي تخيل عمره أكثر من 200 سنة واسمه المسجد الكبير. وأكيد لا ننسى أهم الحدائق بالخور، حديقة التواصل وحديقة العوينة. مدرسة الخور للبنين أقدم مدرسة بالمدينة، انبنت بالخمسينات وكانت هي أول مدرسة بالمدينة. وعندكم أهم الأسواق، السوق القديم اللي بتحصلوا فيه أشياء مميزة وحتى تصميمه مميز ومختلف. استاد البيت اللي استضاف افتتاح كأس العالم بقطر سنة 2022 وكان في حضور جماهيري رهيب، وكانت الافتتاحية الأجمل بتاريخ كأس العالم. تخيلوا يا جماعة هذا مجلس، ليش عاملينه؟ كرمال يخدموا أهل المنطقة، يعني لو حبوا الشياب مثلا يجتمعوا بمناسبة معينة لأمر ما بيجوا بيجتمعوا بهذا المجلس، مثل ما شايفين موجود على البحر مباشرة. طبعا يا جماعة هي العادة هي من أجمل العادات اللي تشوفهم بالخور وبعموم الدوحة بعموم قطر، حتى إنه المجالس مفتوحة، بيعرفوك ما بيعرفوك عادي، مرحب فيك، الباب مفتوح، بتدخل بتقعد، بيجي بضيفك قهوة، ومين ما كنت تكون أهلا وسهلا فيك. وهي من عادات أهل الخور وأهل قطر عموما، عادات العربية، عادات الكرم والجود المنتشرة هون بالبلد. طبعا يا جماعه الاكل هون لا تحاتوا على ولد اهل الخور او اهل قطر عموما، الاكل شو بدكم، مطابخ متوفره، الاكل المصري، الاكل الخليجي عموما، اكيد القطري، السوري، اللبناني، تقريبا تحصلوا كثير مطاعم هون بتقدم المطابخ بشكل عام، مطابخ عربيه وعالميه. لكن صراحه انا حاكل عند اطيب او الذ برجر، وين؟ عند صول. تعالوا معي.
طبعاً يا جماعة برجري المفضل، جربوه وانتوا حكموا بنفسكم. رهيب. هاي كانت حلقتنا لمدينة الخور الجميلة، أتمنى تنال إعجابكم، لا تنسوا اللايك الاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. سلام. سفرة ويكند.